السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة طالبات الشهادة الثانوية شعبة علوم وشعبة رياضيات. بإذن الله نكمل معاكم آخر حلقة النهاردة إن شاء الله عن تفاعلات أو معادلات الباب الثاني. نبدأ إن شاء الله رقم 37. 37 بيقول لي كبريتات الألمونيوم، كبريتات الألمونيوم زائد هيدروكسيد الأمونيوم. نكتب شاء الله يلا إن شاء الله مع بعض كده. كبريتات الألمونيوم، ألمونيوم AL، كبريتات SO4. طبعا في تبادل تكافؤ عشان برضو ايه نخلص بسرعة. ده ثنائي وده ثلاثي، ده هو بيبقى هنا نحط التلاتة هنا وبتاعت الكبريتات هنا. خلاص الصيغة الكيميائية بالمرة نراجع عليها يا جماعة في حلقات كتيرة موجودة عشان نتأسس. حصص تأسيسية كيمياء عملها لكم حوالي 10 حلقات في قناة مصطفى رجب خبير العلوم في القائمة التشغيل. خلاص ومن الاحتراف للصفر برضو معادلات وحاجات كتيرة عاملها لكم إن شاء الله عشان نظبط نفسنا. زائد هيدروكسيد الأمونيوم، الأمونيوم NH4، يركزوا الحاجة تحتيها ها هيدروكسيد OH. طيب ما هي دي أحادية ودي أحادية، آه صح. طب الألمونيوم ثلاثي، ركزوا بقى أنا هعمل إيه الوقت. الألمونيوم إيه معروف اللي هو ثلاثي ومتاخد منه اتنين، يعني لو ثلاثي وما فيش اتنين كنت هحط تلاتة هنا. طب هنا اتنين يبقى احط ستة هنا عشان ما نقولش انت حطيت هنا ستة ازاي. خلاص كسر كده واشتغل كده، ادي اتنين الامونيوم وتلاتة ايه كبريتات، ها ستة امونيوم امونيوم ها وهنا ستة ايه او اتش بالراحة خالص كده. تبادل تكافؤ، تبادل تكافؤ بس بالراحة خالص وانا بشتغل. يعني ايه؟ يعني الوقت هنا الالومنيوم هياخد الهيدروكسيد، ها بصوا كده اتنين عامل مشترك، يا دي الرياضه يا اولاد. اتنين عامل مشترك، ما هو ما بين الاتنين والسته هي اتنين، ها ال او اتش كل تلاته، يبقى لو اتاكدت اتنين في تلاته بكام؟ ست او اتش، والاتنين الومنيوم زي ما هي. طب يلا هنا عامل مشترك مين؟ تلاته، يبقى زائد ما هي دي التك، هي دي التكه بتاع المعادله. خلاص يبقى الوقت هنا هاخد ثلاثة عامل مشترك، الامونيوم الاول زي ما اتفقنا، اوعى تنسى الموجب الاول. خلاص يبقى ثلاثة، ها ثلاثة عامل مشترك، ثلاثة امونيوم كل اتنين، ها مع مين؟ مع SO4. طب ما حطناش حاجه ال SO4 لما التلاته بتاعتها مشترك بره اهي. معادله سهله بس محتاجه بس ايه حطت السته دي حطتها ليه؟ اقولها تاني بسرعه. الالومنيوم لوحده معروف اللي هو ثلاثي، طب انا خدت منه اتنين، يبقى الاتنين في تلاته بكام؟ بسته، لازم لان الاساتذه دول احاديه. الالومنيوم ايه ثلاثي زي ما احنا عارفين. نيجي للمعادله رقم 38، تفاعل كبريتات الالومنيوم، كبريتات الألمونيوم مع هيدروكسيد الصوديوم. نفس الفكرة ونفس الكلام بالظبط. يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه L2SO4 زي اللي فوق بالظبط اهي، زي ما يكون بنقل منه. طب وبعدين زائد ها هيدروكسيد الصوديوم NaOH احادي برضه، يبقى لازم احط هنا ستة. وبناء على ذلك ابدأ شغلك يلا. اتنين ألمونيوم ها SO4 قدامها تلاتة، هنا ستة صوديوم وستة هيدروكسيد. يلا الألمونيوم هياخد الستة هيدروكسيد، يبقى اتنين عامل مشترك ALOH كل تلاتة بالظبط زي ما يكون بنقل من اللي فوق. زائد نبص لدي برضو نفس الكلام، يعني ايه تلاتة عامل مشترك، ها هنا بقى الصوديوم هنعمله هكذا. هو بمزاجك يا مستر؟ لا طبعا مش بمزاجي، لان مجموعه الكبريتات يا جماعه ثنائيه. خلاص يبقى لازم تاخد اتنين ايه صوديوم، ها ركزوا كده، ومفيش حاجه مع الايه الكبريتات لان التلاته بتاعتها بره اهي. معادلات جميله وسهله بس عاوزه تركيز واحنا بنشتغل. تفاعل هيدروكسيد الالومنيوم مع هيدروكسيد الصوديوم، تفاعل هيدروكسيد الألمونيوم مع هيدروكسيد الصوديوم
اتنين هيدروكسيد مع بعض. دي حالة خاصة يا جماعة، ونكتب عليها خاصة فعلا، خاصة، لان هيظهر دلوقتي يعني تفاعل معين نبص عليه. تعالوا بقى كده، هيدروكسيد الالومنيوم، ادي الالومنيوم واخد 3 هيدروكسيد، مش بمزاجنا، ده هو ثلاثي مفيهاش هزار، زائد هيدروكسيد الصوديوم احادي. طيب سهم، ما حطناش حاجة ليه هنا قدام هيدروكسيد الصوديوم؟ ما احنا عارفين ان ده ثلاثي ولذلك خد 3. ما نحط هنا 3؟ لا مش هنحط، ما احنا قلنا معادلة خاصة. يعني ايه خاصة؟ نبص الناتج هيطلع لي ازاي. الامونيوم و3 هيدروكسيد، هنا صوديوم وهيدروكسيدة واحدة اللي هي او اتش. نركز في الناتج وبالراحة خالص، بصوا معايا. اولا هيطلع لي جزيئين مية، وبعد كده ترتيب المعادلة هيكون كالآتي. نعمله بالراحة كده مع بعض. اولا لو انا قلت طبعا دول 3 او اتش اهي، لو انا عملت كده ادي مية، ها معايا واحدة واحدة. لو انا عملت كده اتش و اتش و او ادي ماي، باقي لي كام؟ هيدروجين هي، اكسجين هنا واكسجين هنا، خلاص ادي حاجة. يبقى انا هيطلع لي جزيئين مية الاول اتش تو او، زائد ترتيب الفلزات بقى. يعني ايه ترتيب الفلزات؟ الصوديوم اقوى في الصفة الفلزية من الالومنيوم، الالومنيوم بعديها، بعديها الاكسجين اللي باقيين، دي اسمها ميتا الومينات الصوديوم، ميتا الومينات الصوديوم. طيب بعد كده معادلة مهمة، تفاعل هيدروكسيد الالومنيوم مع هيدروكسيد الصوديوم، افتكروا قلنا خاصة من كذا جهة، وقلنا الاو اتش رصنا التلاتة دول لوحديهم، بعد كده خدنا جزيئين ميه، ما تبقى جزيء اكسجين، جزيء اكسجين اتضاف على هذا المركب. طب الترتيب ده بمزاجك يا استاذ، ما الالومنيوم هنا الاول، ولكن الصوديوم اقوى في الصفه الفلزيه، يليه الالومنيوم يليه الاكسجين اللي هو الصفه اللا فلزيه، فبيبقى في الاخر. مهمه جدا هذه المعادله. نيجي لرقم 40، تفاعل الحديد، تفاعل الحديد مع كبريتات الحديد مع هيدروكسيد الامونيوم. كبريتات الحديد FeSO4، اتفقنا طالما ما قاليش حديديك ولا حديدوز بنستخدم الثنائي دايما، يبقى كبريت حتى في النحاس، ما جابليش سيرة حديد النحاسوز ولا نحاسيك، بنستخدم دايما ايه؟ النحاس الثنائي. كبريتات الحديد مع هيدروكسيد الامونيوم NH4OH، هو ده هيدروكسيد الامونيوم؟ طيب ده ثنائي وده ثنائي، والاستاذ ده احادي، يبقى نحط هنا 2، ها يلا حديد FE، وهنا ايه؟ مجموعة ايه؟ كبريتات، هنا 2 NH4 وهنا 2 OH. طيب الحديد هياخد 2 هيدروكسيد FE لانه ثنائي اهو، زائد ما تبقى ايه؟ كبريتات الامونيوم، الامونيوم قلنا موجبة، اذا بتاخد المقدمة، وطبعا دي كل 2 لانها احادية، والكبريتات لا تقبل الا ايه؟ 2 لانها ايه؟ ثنائية. طيب تفاعل كبريتات الحديد مع هيدروكسيد الصوديوم، كان هنا هيدروكسيد الامونيوم، هيدروكسيد الصوديوم هي هيها بالظبط، يعني ايه؟ يعني FeSO4 زائد هيدروكسيد الصوديوم، اذا في صوديوم وهنا هيدروكسيد، احط 2، احط 2، يلا الناتج FeSO4 هنا 2 Na وهنا 2 OH، الحديد ما عدا FeOH كل 2. يا ريت الكلام ده يتراجع، والاربع حلقات يتراجعوا اكتر من مرة لمصلحتكم، عشان بورقة وقلم وتخلصوا من هذا الايه الكلام. الصوديوم مع الكبريتات Na2
SO4. تمام. تعالوا بقى تفاعل كلوريد الحديد مع هيدروكسيد الأمونيوم. خدوا بالكم المعادلات دي برضو مهمة في حاجات كتير. في الصيغة الكيميائية أشوف طالب ثانوية عامة يعرف يكتب لي كلوريد الحديد مع هيدروكسيد الأمونيوم. كلوريد الحديد FeCl3 زائد هيدروكسيد الأمونيوم، أدي الأمونيوم NH4OH. طبعا واضح إن الحديد هنا ثلاثي، يبقى لازم سيادتك تحط تلاتة هنا. خلاص ظبط شغلك بقى كده، Fe3Cl. ظبط شغلك يلا عشان البنات ما يزعلوش كل شوية بلغة يلا ويلا يا شباب ويلا كذا، لا والبنات فوق دماغنا برضه. خلاص يبقى 3 NH4، بنين وبنات كلهم في عينيا بإذن الله، دي الأساس اللي أنا شغال عليه. ها الحديد هياخد 3 هيدروكسيد، يبقى Fe ها OH كل 3 زائد، بصوا كده NH4 3 هنا و3 هنا Cl، ده أحادي وده أحادي، خد عامل مشترك بس شطارتنا فكر اكتب من الأول الموجبة، دي المجموعة الموجبة الوحيدة في الكيمياء. يبقى أنا عندي 3 NH4 Cl كلوريد الأمون. المعادلة رقم 43 تفاعل كلوريد الحديد مع هيدروكسيد الحديد، مع هيدروكسيد الحديد. كلوريد الحديد FeCl3 زائد هيدروكسيد الحديد زائد هيدروكسيد، تفاعل كلوريد الحديد مع هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم. يبقى الوقت هنا NaOH يا مستر هتعمل دي ثلاثية هنضيف 3. تمام يلا هنا حديد وهنا 3 كلور، 3 صوديوم ها و3 او اتش. الحديد هيروح لمين؟ ل3 او اتش. تمام يبقى اف اي او اتش كل 3 زائد ها 3 عامل مشترك ان اي سي ال، كلام جميل. خلاص نيجي ل 44 تفاعل كلوريد الكالسيوم مع كربونات الامونيوم. كربونات الامونيوم وكلوريد الكالسيوم، كلوريد كالسيوم CaCl2 زائد كربونات الامونيوم NH4CO3. ركزوا كده كربونات ثنائيه ها، يبقى لازم تاخد 2 امونيوم. يلا طبعا مش هنحط هنا 2، خلاص الكربونات ظبطت الشغل هنا، هنا كالسيوم وهنا 2 Cl، هنا 2 امونيوم ومجموعة كربونات، يبقى الكالسيوم هياخد الكربونات، يبقى يديني راسب ابيض من كربونات الكالسيوم زائد 2 عامل مشترك والموجب الاول 2 NH4Cl. تفاعل كربونات الكالسيوم مع المية ومع ثاني اكسيد الكربون. نركز في المعادلة دهيت برضو لانها تديني مركب واحد اللي هو البيكربونات. يبقى الوقت هنا اهو كربونات كالسيوم اللي طلعت زائد ثاني اكسيد الكربون زائد ها مية H2O. بصوا كده ركزوا معايا، كالسيوم CA وهنا CO3، هنا مية هنقول HOH. شوفوا المية انا عملتها ازاي، ليه كده عملتها اقول ليه، لان الاو ده هي هوديها للاستاذ ده اللي هو ثاني اكسيد الكربون، بقى مجموعة كربونات. هل الكالسيوم يستطيع ان يأخذ في حوزته 2 مجموعة كربونات كل واحدة منها ثنائية؟ لا مينفعش، في اساس، في اساس في الكيمياء، ولذلك الاتش دي مش واقفة منظرها، الاتش ده هتيجي لدي خلتها بي كربونات، كيمياء يا جماعة اللي بنشتغلها. الاتش ده ها هتيجي هنا اهو خلت الكربونات بي كربونات. يبقى احنا هنا سهلنا الاتنين عرايس للاستاذ ده. خلاص يبقى الكالسيوم يستطيع ان ياخد بيكربونات وبيكربونات، وده الناتج اللي طالب ها، يبقى كالسيوم بيكربونات، هي ديت الاجابه.
معادلة جميلة وحلوة، معادلة جميلة وحلوة. آخر معادلة النهاردة في الباب الثاني، كلوريد الكالسيوم، كلوريد الكالسيوم زائد حمض كبريتيك H2SO4. طبعا هنا ما قالليش مركز، هنا ايه ضايل، كسر كده، هنا كالسيوم وهنا ايه 2 Cl، هنا 2 H، وهنا مجموعة ايه الكبريتات. الكالسيوم هياخد الكبريتات، يبقى CaSO4 زائد 2 عامل مشترك 2 HCl. دي كان اخر حاجة في حلقة النهاردة. ما تنسوش الاشتراك معانا، مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، وتشاركوا الفيديوهات زي ما قلنا عشان القناة تزدهر كده وتبقى حلوة معاكم، وإن شاء الله نشوفكم على خير في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، وإلى اللقاء.